وجه السيد دولة رئيس الوزراء المحترم أثناء الاجتماع بدولته بالاستعانة بالمكاتب الاستشارية الرصينة، وخصص وركز على المكتب الاستشاري نقابة المهندسين باعتبار هذا المكتب يعني عريق ورصين وفيه خبرات كثيرة، خبرات هندسية، وأيضا يساهم في تشغيل المهندسين العاطلين عن العمل. تم اليوم اللقاء مع نقابة المهندسين السيد النقيب والمكتب الاستشاري في بغداد والمحافظات المستهدفة اللي هي إضافة لبغداد محافظة بابل والمثنى والديوانية وميسان ونينوى وكذلك صلاح الدين. وتم الحديث عن واجبات المكتب الاستشاري في هذا الموضوع لتشمل بواجبات المهندس المقيم لتعد تتكون من تدقيق الكشوفات وفنيا وسعريا، تدقيق التصاميم، الإشراف على الفحوصات المختبرية، الإشراف المباشر على العمل والضمان الجودة، وكذلك سبل تسريع العمل. هذه واجبات المهندس المقيم، إضافة إلى ذلك واجبات الاستشاري اللي تقديم الاستشارة الفنية وأيضا إعداد تصاميم إذا طلب الأمر وتدقيق التصاميم الموجودة. إحنا بهذا الخطوة حققنا أمرين. الأمر الأول أنه ضمننا وجود الجودة، وركننا إلى يعني اطمئنان صار عندنا بتنفيذ الأعمال من وجود استشاري، هاي الجانب الأول. الجانب الثاني أيضا ضمننا تشغيل عدد كبير من المهندسين عاطلين العمل، وبالتالي وأيضا اكتسابهم الخبرة لخبرة العمل، إضافة إلى أنه إحنا بالفريق راح نزج أيضا مهندسين يعني مرادفين لهم لاكتساب الخبرة وأيضا لزيادة فاعلية المكتب الاستشاري. ستكون هناك نتائج مثمرة عن هذا الاجتماع، سيكون لنقابة المهندسين دور كبير في عملية تدقيق الكشوفات وكذلك في متابعة تنفيذ المشاريع وتطبيق المواصفات الفنية وكذلك من ناحية الأسعار، وكذلك في نفس الوقت تكون هناك فرص عمل كبيرة للمهندسين الشباب من خلال العقد الاستشاري الذي سيتم التوقيع مع نقابة المهندسين. هذه تجربة جديدة وإن شاء الله ستكون لها نتائج مثمرة، سواء في تطبيق المواصفات والإسراع بإنجاز الأعمال، وفي نفس الوقت تشغيل المهندسين الشباب العاطلين عن العمل. اليوم كان الاجتماع الأول مع السيد رئيس الفريق الخدمي الهندسي والأعضاء الفريق الخدمي مع نقابة المهندسين العراقية والمكاتب الاستشارية في نقابة المهندسين العراقية المركز العام والمحافظات الستة المشمولة بجهد الفريق الخدمي. طبعا احنا نشكر دولة رئيس مجلس الوزراء على ثقته بنقابة المهندسين العراقية وبمكاتبها الاستشارية وبالكوادر والخبرات والاستشاريين العراقيين لتطبيق المواصفات وجودة العمل. فاحنا كنقابة مهندسين عراقية راح نكون جزء من الفريق الخدمي والهندسي الذي يشارك بإعمار المحافظات المتضررة وكذلك المناطق التي تحتاج إلى أعمار والمشاريع المتلكئة، وسوف تكون للمكاتب الاستشارية لنقابة المهندسين العراقية وفروعها الموجودة دور مهم بارز في الاستشارة ومتابعة العمل في كافة الأعمال الموجودة للفريق الجهد الخدمي والهندسي. موافقة معالي السيد رئيس الوزراء المحترم محمد الشياع السوداني مع نقابات المهندسين في المركز العام وكافة الفروع في المحافظات، وقمنا في نقاش بالاتفاق
مع الفريق الجهد الخدمي على أن تقوم النقابات بالإشراف على المشاريع وتدقيق الكشوفات ومتابعة الأعمال والقيام بتدقيق الذرعات ومتابعة جودة العمل.